بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه صلوات الله وسلامه عليه. أيها الإخوة والأخوات waxaan ku soo jiray silsiladii fiqhul sawm waxaana maraynaa qaybtii lixaad oo arkaanu sawm ah tiirarka uu soonku ku taagan yahay hore waxaan soo sheegnay shuruudul wujub iyo waxaan kale hore u soo sheegnay waxyaabaha qofka muslimka ah looga baahan yahay si uu u soomo arkaanta sawmku laba rukni ayaa ugu muhiimsan laba tiir oo waaweyn ayuu leeyahay tiirka koowaad waxaa la yidhaahdaa anniya tiirka labaadna waxaa la yidhaahdaa al-imsaak can al-muftaraat al-muftaraat laba rukni baa marka soonka ugu muhiimsan labada rukni baa waxa kalena ka farcamaan rukniga koowaad waa anniya niyada luqada waxaa lagu yidhaahdaa al-qasdu ila shay أيا كان شيء ونوع روابها ها هذا إن شيء قال له قصته أي واحد لقول هذا النيو أما حق شرعية نية وحل هذا القصد إلى شيء مقترنا بفعله شيء إن هذا قصد إسلام مركينا الفعل كلا حريص ولذلك يا علماء وحي لهذين صونكم ما أنصحيو نية الآن هذه أسنية لهين soonkaagu ma uu ansaxayo niyadana meesha ay ka guntamayso oo laga xukumaa waa qalbiga saa darteed lama shardiyo inaad ku hadashid niyada maxallu niyya waa alqalbu qalbiga ayaa laga xukumaa qofka bini aadamka marka uu rabo meel inuu aado ama wax inuu qabto isaga oo fadhiya ayuu go-aan wuxuu qaadanayaa shaygii uu qaban lahaa iyo meeshuu aadi lahaa niyada lagu sheegayo waa intaas waa go'aanka qofka bini aadamka uu qaadanayo si uu waxaan u qabto go'aan baa waxaad qaadanaysaa inaad soontid berri go'aankaasa waxaa leeyahdaa niyo isagaa la yidhaahdaa saa darteed hadal uma baahna haddaad tidhaahdid waxaan berri inaan soomo ayaan niyaysanayaa dadku hadalkaaga waxay u arkeen hadal maalaa yacni oo laaqiya waaba ku jeednaa inaad berri rabti inaad soomaysid go'aankiina waaba qaadatay maxaa naga nooga sheegaysaa su-aasha markiiba lagula haya iyo hadalka lagugu jawaabaya kaasuu noqonaya marka niyada sharciga waxaa layihahdaa alqasdu ila shay muqtarina bificli inaad soonkii u qasadid berri inaad soomaysid kadibna ficilkii aad ku dartid oo waagu markuu baryo aad soontid hadal in la yidhaahda nawaytu sawma qadin can adaa'in lillaahi tacaala وحاس وحوالد معه لا في كتاب ولا في سنة ولا قول سلف منكم سأرور وشيء أي علماء ذي خلف كويس إلى هذين ضدك وحا سهوي قوذي وابطي حوغا أرماد إريا أشيك تان أي عربك ككال ميان لكن قولك سحظة سيد رسولك صلى الله عليه وسلم أكوغا إن لو دايو أي أفيا عن وقفك قلبك سوكن يستو رسولكم صلى الله عليه وسلم وحيد إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وفك بن آدم كا شغاك استوى وقبان أيو وحي أخو ضوع عيسى أكو حران تهي نيادة قفك هسي أولا إيمان أيو قفك نيادة إيسى أي أكو حران تهي قفك استنى وحا إلهي أكتس اللو قرية ومعتمدة عمل كيسة انتي أونيستي انتي ربطبها أهاتي إنما الأعمال بالنيات صونكم مركا وعمل من الأعمال وعبادة من العبادات صادرت بدون نية لا يصح حديث كان يانا عضينية وإنما لكل امرئ ما نوى قف كستانا وحا وهليا أوليهي وحي أونيستو أيضا وحي نوع عضيني سا صونك انت لغو قريو إني تهي انت أذغو أنيستي هلك وحان
حديث كان علماء ذا كلا صابحين لوا شرطي أو شروط النية ذا كمذا شرطي كوبات وأنه قفكو مركو نية سنة يو النية ذي سأوها بينما أسين قستا شرطي لبادنا وأنه معين يهي وحق نية سنة يو شرطي قصد كمركها بينما حديث كالعيا يد حوتشيني سوينو إيمانيس وحي كلا علماء ذا من جهة المعقول وعبادة محضة فلم يسح من غير النية صوم هو عبادة وإله سبحانه وتعالى لو عابد يو وحبي راتي معاملة أو كل حجرت أنا ما جرتو صادرت النية الآن ما أنصح يا صوم وصلاة أوكلا صلاة بس إذا أنا وأنصحين أيون صوم كنا وأنصحين لذا مالين كستم من نية أبها انتهاي مسس بشهر رمضان ودن هل مالين ايان نيسن كرا علماء الشافعي ذو وحينا هذين مالين كستوى حلوب بها هي نية قارعة او اي ليضة هي سببت وحوية مالين والبصون كالسوم هي وعبادة قارعة او مستقلة او صون كي كورينا انكو حرنين ككدن بيينا كما حرنا صون كادمان تصومان تهي هدو كابرو مالين تكوري سو شلع يهيد نصامين ايو oo dib uma geysanayo maalinta ka dambeysa oo bari aan ma saameynayo taasi waxay daliil u tahay maalin walba inuu intahay cibaado gaarkeeda u taagan oo aan ku xidhnayn cibaado kale oo mustaqil ah saadarteed maalin walba maadaama taa cibaado gaarkeeda u taagan maalin kasta waxay u dhigantaa salaad oo kale salaada dhuhurku niyo gaar ay ka rabtaa salaada casrku niyo gaar ay ka rabtaa maghribku niyo gaar uu ka rabaa صبح نية قارو كهربا عشو هنا نية قارو كهربا صدن كمال موضو بشهر رمضان مالين كستواصلة سوكالة مالين والبنية قارة أي كهربتين سي قارة أني يستيد أي كهربتا بحايا لميت كستوحان الواع عبادة قارة وعبادة ذي كهريسي عن حرير لالهين تي كدن بيسان حرير لالهين هذا حماطي هذا سماطبا إيا دا اسكو فلان مهدام واصلة آنيري qofku habeenka koobaad hadiba uu niyeesto oo yiraahdo ilaah waxaan niyeestay bisha Ramadaan dhammaanteed inaan wada soomo niyadaas ma anfacaysa mise ma anfacaysa qofka imaamu malik ibn anas raximahullah oo imaamu daarul hijra ah wuxuu niyadaas waa ansaxaysa oo qofku bisha Ramadaan oo dhan jumla waahida hal mar haduu niyeesto oo yiraahdo arintaas iyo Abu Hanifa waxa ila hadii arinta hal mar qofkaasi niyeesto wuxuu yiri Imaam Abu Hanifa waa ansaxaysa niyadaas waa loo qabanayaa qofkaas idan qowlkan wuxuu leeyahay hal mar hadaan niyeesatid oo bisha maalinta ka wada ahayd aad tilaahdid bisha Ramadaan dhammaanteed ilaahu waxaan niyeestay inaan soomo niyadaas waa maqbuula waa ama madhabka Shaaficiyada مذهب الشافعية ذا بشهر رمضان أمان تيد هل نية إلا نية يستو ما أقلا شافعية حديب أو نية يستنى وحي إلى هذين وحي نية ذا سي مالنت كوباد أي أنفع عيسى أو مالنت كوباد نية ذا ذا أي نغان عيسى لكن أمان تيد ما نغان عيسى ساسوي تهي أي مذا شافعية ذا سيدة إمام النووي يغير كيبة وحي ذاتك كلتها لنا يعني in bisha Ramadaan dhammaanteed markay soo gasho hal mar qofku uu niyeesto isagoo cuskanaya madaahibtii kale oo aaymada kale ay ku tageen si waxay yiraahdeen qofku hadduu maalin maalmaha ka mid ah niyadii ilaawo oo ugu baxsado niyadiisii caamka ahayd isagoo aaymada kale ku raacaya ra'yigaas sida Imaam Nawawi ayaa yiri raximahullah iyo aaymo kale oo Shaaficiyada maadaama markan in madhabka Imaam Malik raximahullah bisha dhan hal mar baa la niyeysan karaa waxaa sida oo kale waxaan nidhi aaymada Shaaficiyada waxay soo dhaweeyeen in arrinta lala yimaado si qofku ugu baxsado maalmahaas oo kale waxaa kaloo aaymadu ay soo dhaweeyeen oo kale qofku hadduu niyadii ilaawo oo habeen habeenada ka mid ah uu ilaawo
هبين كاس نيدي سيهرة إنه أبا حصدا إساقو إمام كاس تقليد سنية أو إساقو كرة عيا مذهب كيسا نيدي هوري وحانو شاقنين مياشا لغا حكومين وقلب قياه قفك مركو حالاقا ربا مركو نيدي سنية قلب قيسا إنه بري سوميو إنه حاضر كوياهي بري إنه سوميو إنتا إنه حسوسيهي ما إنتاس لكن عرب كإنه كيدا هذو وإنقني للاوة بحنا كوران مركا هادو قفكي نيوذو سوغو صلاة كتشرا أما حالة الجماع كتشرا أما عنتدي سيب عونا يبا نيادة وحاني لقلبك أيالا غلا إمانيا إن لغوها اللانا شرط معها واجبنا معها سننا معها هاديبا مركا نيادة محالك هادو قلبك أيها قفكي سوغو عنتدي سعونا يبا هادو قلبك كنيستو سوغو صلاة ديسة كتشرا هادو قلبي كان نيستو نيادا سي ما انصحيسا مسا ما انصحيسو ما هي نيادا سوا انصحيسا محايا لمحل القلب محل النية والقلب اها وحاضر واي نيادينا ولا يمد ما لها اضحكا عنيسيد اما كهل ليسيدنا وجسمك انتي سكلا قلبك معها انكسو قلبك حليل لليهي لكن ساقي معها صدرت ايا امام النووي وحو ليهي سون كاسي يا نيادا سي لبضبا صحيح وي نيادا وحالو شرطيا لبا شرطي شرطي كوباد التبييت بالي لهذا وفكو مركو نيساني بيش رمضان وينو هبين نيوان نيستا حداد مالي نيوان نيستيد نيادا سي ما انصحيسو مغرب كان قبل كمركو نعو إلا واغو انت اوكبر ييو انت اونا حيسا ووقتي قفك وصون كنيي سنيو وانا وقت للتبييت وانا حلقة نيادة اللبارين ايو وقفك هبين نيو ونيي سنيو سادرت هبين كدمانتي وقت النيو واي هبين كهر يكدب او مالينا اللبضة من اللبضة وقرأينا نيي ست هدا نيي ستين نيادة سمان صحيش ارينت انا واحد دليل حديث حفصة ام المؤمنين بنت عمر رضي الله عنها أي ورسي ورسولك كورسي صلى الله عليه وسلم رسولك وحيه صلى الله عليه وسلم من لم يبيت النية فلا صيام له رواتك قاركوض وحيا هاين من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له ننكي نية ذهبي النمو انت كوه الرئيس فجرك أن يدي سين نية سنين ننكاس وحصونا أوليهي مجران حديثك هو حديث صحيح حواي إذن حديث كان وحو عدين إياه إن يذا أي شرط إتهاي هبين نبا إنا دعضو هبين نبا دعنا وحلوك إذا مخرب كان قبل كمر كون دعوه إلا واقو كبرية إنت أولا حيسا إنت أولا حيسا ساعات كميدا أما اللحظة كميدا هدي أدني يستيد نيذا سي ونيا صحيحة سون كاسينا وسون كوتشرا طبيعت كاس في أي جزء من الليل هدو دعوه وصعون إياه أما حلا ذو حوني ساء هذا أما حلا ذو حبي سيد أما حلا كستاء هذا هداد فيد كي هورا مركا نيي سيد وفيد كي هورا كذب ألتي ما دد عنطو يعبتان يجماع أما قف كيبا وكل عشنون يغماء ميردبال إلا ما كما قال لي وحما أولي ما يان نيي ذا ذي هورا وهورا أسي جرتي ما يحبا أولي ما يان مرا دي نيي ذو قنتنتو واسي قنتنتي ساعدها بينانا يدعضو هذه النية أكو شكيه وقبك وحو شكيه ما قبل الغروب أي أهد حلقة النية ستي مس بعد الغروب أي أهد وحالنا النية ده وحبك مجران محايا لي وحاد كو شكيه نية دي إني هبين لعضي إيا إنك على أياس شكيه واليقين لا يزول بالشك وحي هوري الله بي وأهاين أدمالين كو جرتين شكي لغو مزوليو إن هذا النية سنين والله با حدنا وحاس شك إذا إن النية ستي إنك لا اليقين لا يزول بشك صادرت نية ذا مشكوكة غير معتبرة واي حدين لكن بعد الفجر أي شك إذا ووحا كو شك إذا حلقي النية ستي موحوها قبل الفجر مثل بعد الفجر أي النية ستي أيضا ما أنصحيه محايا لي نيادة دي تردد أيها كتيرا
تردد كان وحي يقنا فقهاء شك اي الى هذا المحيه لا شك تعريف فيه عند الفقهاء وحل هذا التردد اما لو شك هل طلع الفجر ام لا بعد ان كان ناويا فيصح ذلك وحول الشيخ رحمه الله حديق افكو وشكيو ورواقي ميو بريي مسمى اوشن بريين حلقة ادنية ستي واقي ما بريي مسمى بريين كان ناويا فيصح إنو نيستي واهوبا حلقي او نيستي ايا وحال اسكو هيا محل واجي بريه بأهيد مسحل أسن واجي بريين أصل كوحوها عدم طلوع الفجر إن أسن فجر كوليد الله عنبوها والأصل بقاء ما كان على ما كان صادرت ولي واجي مبريين نيادة نواقو صحيح حديق شكيو بعد الغروب وراح دي مركة نعضي أيو شكيي وحكو شكيي هل نوى أم لا وراح دي مركة لعضي يوحو كل شكي من نيستي مسمى أوسن نيسن ولم يتذكر فلا يؤثر لمشقة إعادة الصوم ما أنت صوم ما أنت ربط صوم أنا صوم كي مركة أضم ميسي ومخرب كي لأدمي وقال أفوري لهيد يا واحد الورمان تطلو من نيستي مسمى هذا نيسن ما أنت نواب لما صوم كي وابت تقيبه ما أنت وصوم صومتي شكيغا وقتي عن دم بإيمانه يوحد يبقى موجي سنة يسون كاجا هرمان تتجي ما يحبه موجي سن معي محيي للغالب في العبادة الإتمام إذا غالب كعبادة قف بين ولا ما يستري يا غالب أه هذاني أنا هذا عبادة يديبها الله ونوع أنا مشقة كذا أنا يسوى المشقة تتجلب وتيسير شغلنا هنا وحلف فضية أي كنيسة صادرت بعد إكمال العبادة هذي شكيغ ويمادو اعتبار ماله محايا للغالب أنه على التمام سيدا غالب كا إنه تامها أي غالبة إن وحيابها نيادة لحلي لوحا كميدة مركي وقفك نيستي يوغلال وحكيري إن شاء الله بريوان شوميا إن شاء الله إن شاء الله ظان واللفتي وغير جازمة لكن صدح معنا أي يالن كرتا مروح على غيا بأنه تبرق وجهه، أو إن شاء الله عرب كيس وسكعت دراري، أو بركة سنة يو، صوم كاجو صحيح، وحد اعتبارنا ملها، إن شاء الله ضاطير وشكي جلسي، مرنا وح على غيا بأ، إن شاء الله ضاين وجهه، بقدرة الله وإرادته، هدي الله ويقدره، ونسومية، ومشي هذا وح وجهه ذا. إرادة إلهي بكحر أن تعي أدو مركا ألا إيقدرو وانسوم إياه دي أدونا إيقدرين ما بسوم إياه أيضا أن يدا دوا صحيح مركا عنا مر إن شاء الله دو بحو أغتشي ذا تعليق بو أغتشي ذا وكأنما وحلمت إساقو يلي وانسوم إياه بري إن جاء هبل هبل هدو يمادو إن جاء فلان بري وانسوم إياه حديه يقبو النقطو بري وانسوم إياه حديه هبل يمادو تعليق النوع عصو كلا صون كمل الأقول يا هنيدي سمى سلام أقوله ما يلام أقوله نيجا صون كواح على ربعين نيجا جازمة هاي بري وانسومية وانسومية لكن هذه أساس إلا على وانسومية نيجا أن معها صدت نيجا صغير معتبر ويه وحي قبنا سنة مشرتو شرط قال بعض أقول له قبها يا هنيدا وحلي هذا التعيين فلا يصح الصيام دون تعيين نوع الفرض هل هو كفارة أو نذر أو أداء أو قضاء عن رمضان قفكم مركا ونييسان ايو وحال الرباء صونك وسوم ايو انو الشيغو مقعيسا ما اينو افكا كالشيغو ايو فلان ده ايو لكن وين نييديسا كتران نييديسا وين كترتا بالرواد سوم ايسا هاي محال سوم ايسا من رمضان بات سوم ايسا صونك اسوم ايسا ممد او نذر ما صونك فارة اها صون كأذ سومي سما صون صنعها هذه السنة هي مشوال بالحدي شوال
ما أيام البيض با ما يوم الخميس با محوية هاي وين هذا أديك كلام عن ديسا محيي لي وحيابها مقاصدة ونيدو أيلها هاي أيها وحكم إذا أصلا التمييز بين العادة والعبادة والتمييز بين العبادات بعضها من بعض نيادة وحيابها الله سبحانه وتعالى إنه وجد أيها وحكم إذا إن شيء عادة هي عبادة لغوك على قرطه وما أنت عن تدي أذكر ديسي بيها أذكر ديسي ما أذكر عاف ما ظهر ربا مسوح إله يا دوجو دوانيسي نيادة كلا ساريس سيدا أو كلا صون كأدمان تصومان تهاي مصون رمضانها مصون نذرة مصون صنعها ميتك ويا عبادات كسي لو كلا سارو نيادة أيا كلا سارتا وحشر دي أمر كصون كأد صومان تهاي إن النيسيت نوع وياي وأد شكت نوع وياي إن النيادة هذا مركا النيسانيسيت إن الحصوص انتهاي بيش رمضان يا ظهر وحنوس وشجني صون كرمضان كصون عن هين الله أقولين رمضان وح مشغول كنت هاي صون كذا صون كلام مش يوجي لكرا مد واجبة يمد صنع من مش يوجي لكرا شيء مشغول كأنا مشغول كلام قاطع ولا ما مشغول يا مر لبعض صادرت بيش رمضان صون عن كذا هين لما أقوله وحي مرك الصون أو بشار رمضان نيسيت هذا رمضان نيسيت أيوة صحيح واي هذا صون كلا نيسيت أيوة باطل رمضان نكون نقول ما يصون كلا من نقولي لكن حل رمضان كب حسن ووقتي قضاص رمضان على سومي كرا وحل سومي كرا نذر وحل سومي كرا مت كفارة وحل سومي كرا مت صنعة كل جود وين العديسة والعين تنوع وياي وحنا إلى رسولك صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وإنما لكل امرئ ما نوى وحق نيسته أيا لهي هدي واحد نيسته رمضانها رمضان بعد لهي هدو واحد نيسته ونذرها نذر بعد لهي واحد نيسته هدو صنعها صنع لهي صنعها هدو شوال شوال بعد لهي هدو عرفها عرف لهي وحي أدق نيسته وحسد إلهي عند الله كل لهي إذن وجه الدلالة من الحديث أن هذا الأمر ظاهر في اشتراط التعيين أردنا وحي آذ أمو جينيسا إن شرط أيتهاي إن قفكو أولي ما دو مركا أونيسان أيو شيء أونيسان أيو إنو عينو وقلبي سوك عينو ما هينو أفكا كقه الله